احنا ملوك السعادة، شغلنا فريش، معلش اللي عندنا مش عند اي حد، بفضل الله. اي قطعة يا جماعة بفضل الله ب 180 جنيه، و20 شخص بكرة كسبانين معانا، بكرة ال 23 شخص كسبانين معانا. اول 10 اشخاص هيدخلوا فرح انا في ستوك هياخدوا العباية بايه؟ بجنيه. اول 10 اشخاص هيدخلوا فرح انا في ستوك هياخدوا العباية بجنيه، العباية بجنيه. اول 10 اشخاص هيدخلوا الفرح، واكتر 10 اشخاص هيعملوا شير واللي يا جماعة لاصحابهم وكده هيكسبوا معانا 10 عبايات، تمام؟ اكتر 10 اشخاص هيعملوا شير يا جماعه لللايف ده هيكسبوا ايه؟ 10 عبايات. يلا كده، عشان بفضل الله احنا ملوك السعاده، ومعلش عشان شغلنا فريش، اللي عنده زينا هنقول له يا عمنا براندات بس يا صاحبي، ما بنبيعش غير براندات الخليجي، واللي عنده زينا هنقول له يا عمنا خليجي فقط، خليجي فقط. عباياتنا مميزه مميزه مميزه، وبكام؟ بجنيه وب 180 جنيه بس. اكتر يا جماعه شخص هيعمل شير لللايف، كمان اكتر شخص هيعمل شير يا جماعه هيكسب معانا، اكتر 10 اشخاص هيعملوا معانا هيكسبوا معانا ايه؟ العبايه. اكتر 10 اشخاص هيكسبوا معانا كل شخص عبايه، واول 10 اشخاص هيجوا فرح انا في ستوك بكره في 3 هيكسبوا معانا كل عبايه بجنيه، هياخدوا العبايه بايه؟ بجنيه. بجنيه. عبيله واديله، احنا ملوك السعاده، ملوك المفاجات، ملوك الحلويات، بفضل الله شغلنا مميز، شغلنا مميز، واللي عنده زينا هنقول له يا عمنا احنا ملوك السعاده. دلوقتي كله يركز معايا عشان ابقى اعرض لكم ايه؟ تحف فنيه مش عبايات. بعرض لكم حلويات، بعرض لكم مميزات اهو. بصوا الجمال، بصوا الشياكه، بفضل الله حاجات دلع، حاجات دلع. بصوا يا جماعه، بصوا الشغل، بصوا الشغل، حلويات. شغل في انتظار كل عملائنا وحبايبنا من جماعه الحياه الجمهوريه اهو ب 180 جنيه. ده يا جماعه انتوا صاحبتي تاخدوا 12 قطعه هتستفادي من العرضه ب 180 جنيه، ولو خدت قطعه اقل من كده هتاخدي العبايه ب 200 جنيه. 20 جنيه يعني مش فارقه، يعني 20 جنيه. احنا بنقول لكم بفضل الله عبايات ومميزات وحلويات. ايه الجمال ده؟ ايه الشياكه دي؟ لا حلويات. زي ما قلنا اول 10 هيحضروا بكره، اول 10 بكره الثلاث هيجوا الفرع يا جماعه ياخدوا العباب جنيه. اكتر 10 اشخاص هيجوا يا جماعه بكره ياخدوا العباب جنيه، اول 10 اشخاص هيدخلوا الفرع هياخدوا العباب جنيه، واكتر 10 اشخاص هيعملوا شير هياخدوا العبايه مجانا، كل شخص هيكسب معانا. يلا انتشروا. اول يا جماعه اكتر 10 اشخاص هيعملوا شير يا جماعه، او اكتر 10 اشخاص هيعملوا شير هياخدوا كل عبايه مجانا، 10 اشخاص بوكسر هيكسبوا معانا. يلا، وهنعلن على العرض يا جماعه اللي هيعملوا الشير يوم الخميس ان شاء الله، هيبقوا 10 كسبانين معانا، 10 كسبانين معانا، 10 كسبانين معانا، يعني في انتظار كل عملائنا وحبايبنا بكره. يلا اعملوا شير يا حبايبكم وانتشروا، وبكره اول 10 اشخاص هيجوا الفرع هياخدوا العبايه بجنيه، انتظرونا الجديد شديد، وما عندناش قطعه ولا اثنين، عندنا اكتر من 10,000 قطعه بفضل الله وحاجات مميزه. احنا بتوع ايه؟ المميز. بتوع المميز، بتوع المميز. عندنا كل ما تقلبها هتلاقي، كل ما تقلبها هتلاقي شغلنا ستوكات، القطعه قطعه واحده، يعني القطعه ما فيش منها اتنين، بفضل الله مميزات يا صاحبي. ناكد لهم على العرض، اول 10 اشخاص هيدخلوا الفرع بكره يا جماعه هياخدوا العباب جنيه. هياخدوا العباب كام؟ تعالى يا بودة، تعالى قول لي كام بجد. اول 10 اشخاص بياخدوا العباب جنيه، يعني اول 10 اشخاص هيدخلوا المحل هنا ياخدوا العباب جنيه. يا نهار ابيض، ايه الجمال ده؟ لا احنا عندنا كده ايه، ده غير ال10 اللي هيشاركوا الفيديو، واكتر 10 اللي هيعملوا شير هياخدوا عبايه تاني. يا نهار اسوح، كل شخص 10 عبايات، يعني كل شخص ياخد عبايه، انت توزع 10 عبايات اصلا. توزع انت الواحده تيجي لوحديها ما تجيبش خمسه سته معاها وتقول لك احنا خمسه مع بعض. لا بفضل الله اول 10 اشخاص، عشان الكل يترضى والكل يستفاد والكل يبقى ماشي مبسوط من عندنا، اكتر 10 اشخاص هيدخلوا المحل يا جماعه، اول 10 اشخاص هيكسبوا معانا العبايه بجنيه، تمام؟ هيكسبوا معانا ايه؟ العبايه بجنيه. احنا بقى عندنا خليجي وعندنا شغل فاخر من الاخر، عندنا حاجات ممنوعات، وبفضل الله معلش عشان شغلنا فريش، اللي عنده زينا هنقول له يا عمنا، اللي عنده زينا هنقول له ايه؟ يا عمنا، بفضل الله معلش عشان شغلنا فريش، بفضل الله احنا ملوك السعاده، ملوك الحلويات، ملوك الجمال، ملوك الاناقه، ملوك الرقه. ابص يا جماعه العبايات اهو، يلا بقى عشان ايه؟ خلاص بكره في انتظاركم الثلاث والاربع والخميس والجمعه، كل يوم جديد في جديد، اقوى كوليكشن عند حنفي ستوك.